أشكره أن من علي في هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر صفر من عام 1438 بزيارة هذا الصرع العلمي العملاق وهذه القلعة المعرفية المتميزة جامعتنا الغالية علينا جميعا جامعتنا الأم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واللقاء بربانها ومديرها المتميز الأخ الكريم والزميل العزيز والوفي الصفي الذي نحبه وندعو له دائما معالي الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبد الله بالخيل وكوكبة الزملاء العاملين معه في هذه الجامعة العريقة. وقد يسر الله لي المشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء عن المقاصد الشرعية عند الإمام أحمد رحمه الله، وكانت رسالة مميزة. تميز هذه الجامعة وباحثيها وأساتذتها الكرام، الحقيقة جامعة الإمام بتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لها قدح معلى ولها قصب السبق في التعاون الفذ في مجالات البحث العلمي ومجالات الحقيقة التعاون في الدروس العلمية في الحرمين الشريفين. ويأتي درس صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سليمان في مقدمة هذه الدروس التي تتعاون مع الرئاسة فيها هذه الجامعة المباركة. وأيضا عندنا كرسي الحرمين الشريفين في هذه الجامعة، والحمد لله معالي الدكتور سليمان بشرنا أنه سيثب وثبة قوية في نقلة نوعية وقفزة معرفية تخدم تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله في مواكبة رؤية المملكة 2030 في استقبال 30 مليون معتمر. هذا يقتضي منا بذل المزيد من الجهود، استشراف المستقبل، بناء العمل على رؤية ثاقبة صائبة، كذلك على ضوء رسالة هادفة وأهداف نبيلة ومحاور عمل وبرامج مشتركة نتعاون فيها مع جامعتنا جامعة الإمام لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله. وإننا لمتفائلون كثيرا حقيقة، زيارة هذه تمثل انطلاقة كبرى للعمل المشترك وتفعيل الاتفاقية بين الرئاسة والجامعة وتفعيل كرسي الرئاسة في هذه الجامعة، وكذلك الندوات العلمية والمؤتمرات والمحاضرات والمشاركة بين أصحاب الفضيلة أعضاء التدريس والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مجال دعم المسيرة العلمية في الحرمين الشريفين في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. ولا غنى لنا أبدا عن جامعتنا جامعة الإمام ومثيلاتها من الجامعات في هذه البلاد المباركة، لكن دور جامعة الإمام ومكانتها العلمية والتاريخية والعالمية وأيضا قيامها على تعزيز منهج الكتاب والسنة وسير الجميع فيها ولله الحمد والمنة بوضوح وشفافية على منهج هذه البلاد المباركة، وأيضا الحقيقة يعني العناية بربط العلم بالعمل والأخلاق والمنهج الصحيح، لأن هذه الأوقات أوقات الفتن تتطلب من طلاب العلم الاجتماع والاعتصام والتعاون على البر والتقوى والتأكيد على منطلقات هذه البلاد المباركة وأسسها وركائزها التي انطلقت منها منذ عهد الدولة السعودية الأولى والثانية وإلى عهد الدولة السعودية الثالثة وعهد الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله ومن بعده أبناء البررة وإلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله ووفقه وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد. الجميع الحقيقة يتضافر
في خدمة هذا الدين، خدمة هذا الوطن الغالي، خدمة الحرمين الشريفين. استهداف هذه البلاد يتطلب منا أن نكون صفا واحدا، وحدة دينية ولحمة وطنية أمام خوارج العصر وأمام قرامطة العصر الذين استهدفوا بيت الله الحرام، استهدفوا الحرمين الشريفين وأمن هذه البلاد ومقدراتها ومكتسباتها. إننا واثقون بحول الله ومؤملون كثيرا، والبشائر كثيرة، والأمور كلها ولله الحمد والمنه تبشر بخير. وهؤلاء أولاة أمرنا وفقهم الله، وعلماؤنا الراسخون الأماجد نسير دائما جنبا إلى جنب، حتى شبابنا ولله الحمد والمنه نسبة الوعي فيه كبيرة جدا بعد ما مر بكثير من الأحداث والتجارب، سواء من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة التي انتهجت منهج الغلو والتطرف بأنواعه المتعددة، ليخرج جيل وسطي معتدل يعتز بولاة أمره وتلاحمه معهم وبهذه البلاد وهذا الوطن الغالي وبعلماء الراسخين. وبهذا نفوت الفرصة على جميع أعدائنا، وإن جامعة الإمام والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جناحان في جسد، وأيضا عينان في رأس، وهما يتناغمان ويتواكبان ويتعاونان على تحقيق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في خدمة المسيرة العلمية المتوجة بالنواحي الأمنية، الأمن الفكري، تحصين الشباب من سماسرة العقول ومن لصوص وقراصنة الأفكار الذين يجرونهم إلى غير المنهج الوسط وإلى غير ما عرف عن هذه البلاد المبارك. شكر الله لولاة أمرنا دعمهم وعنايتهم ورعايتهم، والشكر الحقيقة لجامعتنا، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشكر الجزيل والامتنان الوافر والعرفان الكبير لهذه الجامعة، وفي مقدمتهم معالي ربانها القائد المتميز المدير المبدع الموفق معالي وفضيلة العلامة أخي الوزير الشيخ المسدد الموفق سليمان بن عبد الله بالخير، الذي والله نجد منه في الرئاسة كل الدعم والتشجيع والمؤازرة في كل مسيرة الرئاسة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر. فبوركت جهود معالي الشيخ، وبوركت جهود هذه الجامعة، والحق أنها مشعل وضاء أمام دياجير الفتن، وهي تقود الحقيقة سلاح العلم والمعرفة بكل منهج صحيح واقتدار مبارك، لتؤدي رسالتها العلمية والعالمية والوطنية أيضا في خدمة العلم وطلابه وخدمة أبناء هذه البلاد وأبناء العالم الإسلامي الذين يجدون في هذه الجامعة نبراسا وأنموذجا يستفيدون منه في مسيرتهم العلمية والعملية. شكر الله جهود معالي الشيخ والجامعة وكذلك المعهد العالي للقضاء وجميع الزملاء، وإنني في خدمة الجامعة، وأكد لهم أنني أنا ابن الجامعة وفي خدمتها، وسنتعاون مع معالي الشيخ بحول الله والجامعة في تحقيق التطلعات دائما إلى الأفضل. فجزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم، وحفظ الله لنا عقيدتنا وقيادتنا وولاة أمرنا ووحدتنا وأمننا واستقرارنا، ورد عن بلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكرا لإعلام في الجامعة والإعلام لعامة على تغطية والقناة الجامعة على التغطية المباركة في مثل هذه الزيارات الهادفة، ونسأل الله لجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.